السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه الحلقة التي سوف نخصصها للحديث على حادث وفاة الطفل رايان وماذا قالت الصحافة الأمريكية عن خبر وفاة هذا الطفل. قبل البداية في الحديث على موضوع هذه الحلقة نريد أو أريد شخصيا توجيه التعازي إلى عائلة الطفل رايان وإلى جميع المغاربة الذين تعاطفوا مع حالة رايان واعتبروه كواحد من يعني أفراد أسرهم. بالنسبة لوفاة الطفل رايان أو حادث سقوط الطفل رايان في يعني قعر البئر، هذا الأمر جلب تعاطف العديد من الناس، ليس فقط المغاربة بل العديد من الناس، سواء من الجزائر، من مصر، من العراق، من جميع أنحاء العالم. كما قلت تابعته حتى الصحف الأمريكية، ربما هناك من يشاهد الأخبار هنا في أمريكا ويتابع يعني القنوات الوطنية الأمريكية كالCNN والNBC وغيرها من القنوات الرسمية الأمريكية، فجل القنوات يعني تحدثت على وفاة هذا الطفل وتابعت الأخبار المتعلقة بهذا الطفل. الكل يعلم قصة هذا الولد وكيف وقع في البئر، وهذا الأمر حسب تصريحات الأب الذي قال بأنه كان يحاول يعني إصلاح البئر، وكان يعني الطفل رايان رحمه الله كان يعني بجانبه، لكن لم يعني يلاحظ أو أن الطفل سقط في الحفرة تبدأ عملية الإنقاذ. وبهذه المناسبة نوجه يعني شكرنا إلى كل من ساهم في إنقاذ هذا الطفل، خصوصا السلطات يعني المغربية والمتمثلة في الدرك الملكي أو يعني رجال المطافي أو حتى سكان تلك القرية بضواحي مدينة شفشاون الذين ساهموا وحاولوا يعني مساعدة هذا الطفل، لكن في الأخير ما قدر الله ما شاء فعل. فكما قلت الصحافة الأمريكية تحدثت على هذا الأمر، تحدثت على القصة، تحدثت على عملية البحث وكيف حاول المنقذون يعني توصيل الماء أو توصيل الأكسجين للطفل، أو كيف قاموا بإنزال كاميرا عمودية يوم الخميس لمعرفة يعني الحالة الخاصة بالطفل. لكن هذه الأمور تغيرت يوم السبت حينما التزمت السلطات الصمتة بشأن حالته، وبدأ يدور في أذهان العديد من الناس هل هذا الطفل رايان ما زال على قيد الحياة أم لا. لكن في الأخير تم يعني إخبار بأن الطفل انتقل إلى رحمة الله. على كل حال هناك من تحدث عن يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى وفاة الطفل رايان، لكن الطب الشرعي هو الوحيد الذي سوف يعلن لاحقا عن سبب حالة وفاة رايان أو ما هي الأسباب التي أدت إلى وفاة يعني الطفل رايان. تذكروا أن الطفل هو عمره 5 سنوات، المنطقة التي يعني يقطن بها هذا الطفل منطقة جبلية، ربما هناك برودة يعني في الجو وبالتالي يعني برودة في قعر الأرض، ربما هناك نقص في الماء، ربما كان هناك مشكل في التنفس أو نقص في الأكسجين. وتذكروا أن ربما فقط الأطربة التي قدمت من عملية الحفر ربما كذلك أثرت على يعني بقاء هذا الطفل يعني حيا رحمه الله. بالنسبة لآخر شخص يمكن توجيه يعني الشكر له، والجميع المغاربة يعلمون من هذا الشخص ومن والجهد الذي قام به هذا الشخص، وهو السيد الذي يسمى بعلي الصحراوي الذي حاول إنقاذ الطفل والحفر بأيديه. فمرة أخرى تحية لهذا الرجل. بالطبع وفاة الطفل رايان أثارت يعني تعاطف العديد من شخصيات العالم، على رأسهم مثلا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي أعلن على تعاطفه وتقديم تعازيه إلى أسرة الطفل، بالإضافة إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم الذي كذلك أعلن عن تعاطفه وتعازيه إلى ذلك الطفل وعائلة ذلك الطفل. كلنا رايان الآن، يعني ليس هناك أي شيء يمكن
قوله ما عدا يعني طلب الرحمة لهذا الطفل. مرة أخرى كما قلت بالنسبة للصحافة الأمريكية تحدث على الأمر، تحدث عليه CNN، تحدث عليه CNBC أو ABC، العديد من القنوات. بالطبع الجالية المغربية المقيمة في أمريكا كذلك يعني تأثرت بهذا الأمر، حتى الأمريكيين الذين سوف يظهر لكم تعليقاتهم على يعني الفيديو الذي بثته قناة CNN أمس بعد يعني صدور وفاة هذا الطفل، الكل يعني تعاطف مع حالة هذا الطفل. مرة أخرى تعازينا الحارة إلى أسرة الطفل ريان، وتعازينا إلى المغاربة، وشكرا على تعاطف كل أي شخص تعاطف من خارج المغرب مع يعني الطفل ريان، سواء كان مغربي جزائريا عراقيا مصريا أو من أي دولة أخرى. مرة أخرى شكرا لكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.